طالبة نجلاء عبد الستار فقدت والدها بعمر 9 سنوات. صح. من تكفل بهذه الطالبة اليتيمة بهاي المدرسة؟ من كان يراجع؟ والدتي الله يرحمها. توفت واني بعمر كبير، يعني توفت وانا عمري 24 سنة، هي الله يرحمها. فهي كانت متكفلة، هي كانت مدرسة، يعني كانت بالمتوسطة، هي مو بالابتدائية، مو يعني مو معلمة، وكانت بالإدارة، هي كانت مديرة المدرسة. يعني لما أنا صرت بالمتوسطة هي كانت في وقتها مديرة المدرسة، يعني أول شيء معاونة وبعدين صارت المديرة. فوالدتي الله يرحمها هي كانت موظفة، وكانت هي تعيلني، هي يعني أنا وأخويا، إحنا 2 بس، والحمد لله يعني مشت الحياة. كانت هي الأم والأب. مديرة بالمتوسطة. أي نعم. ما داومت وياها؟ لا داومت وياها، صف أول وثاني وثالث متوسط. أنت بنت المديرة. أنا بنت المديرة. إيه يعني يخلق نوع من التغاضي من الطلبة. أي يعني بالبداية أول ما دخلت للصف الأول متوسط كانت أكو حساسية، ماكو إنه الطلبة أكو نوع من الغيرة، وهذه أمها مديرة وهذه ما أعرف شنو. بس والدتي كانت تتعامل وياها بشكل مغاير عن المتعارف عليه، إنه مثلاً إنه ممنوع أحد يعني من المدرسات يراعي إنه أنا بنت زميلتهم، ممنوع إنه أحد ينطيني درجة زايدة. يعني أنا اليوم مديرة مدرسة وبنتي نوعاً ما خلينا نقول بالرياضيات ضعيفة، ما أتدخل أعوفها تسقط وترسل؟ هي ما تتدخل، ما تتدخل لا أبدا. وتعرف شنو كانت تساعدني؟ مثلا كانت ممكن إذا عندي مشكلة معينة بدرس معين تأخذني مثلا لبيت صديقتها المدرسة الفلانية تدرسني إياه، تنطين قلم زايد، تنطين ورقة زايدة، لو أشياء عزيزة. لا أنطي هواية، بس ما أنطي غش. ما تنطين غش؟ إيه يعني أنطي قلم عادي، أنطي مساحة، يعني عندي هاي التفاصيل، يعني مو كلش نحسب هاي السوالف، بس نحسب موضوع الغش. ما أقبل يعني مثلاً ورقتي مستحيل أحد يباوع عليها، لو مثلاً طالب بصفي يقول لي فلان شيء ما أدري إيش صح غلط، لا ولا يمي. بصراحة الابتدائية بالنسبة لنجلاء كانت بيضاء لو سوداء. لا شوف، هو اي شيء واحنا صغار كان ابيض ويخبل، حتى معاناته، حتى الاشياء اللي كنا مثلا نفتقدها، او كان وقت الحصار، كان مثلا وقت العوز المادي، كل شيء ارحم من ما احنا كبار.